انطلاقا من دورها التاريخي في تقديم كل ما هو جديد لقرائها وكعادتها في مجال الريادة الإعلامية، أطلقت مؤسسة أخبار اليوم خدمة الواقع المطور Augmented Reality، وذلك بتوجيه من الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة. وهي خدمة تفاعلية جديدة تعد الأولى من نوعها والتي يتم تطبيقها في مجال الصحافة العربية سواء على مستوى الوطن العربي أو الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي تنتشر فيه الهواتف الذكية سمارت فونز على مستوى العالم وأصبحت تزاحم بقوة الحواسب المكتبية والمحمولة، كان لزاما علينا تقديم خدمات جديدة مبتكرة تقدم لأول مرة للقارئ العربي. تهدف مؤسسة أخبار اليوم من خلال ريادتها الإعلامية أن تدخل مصر عالم Augmented Reality مثلها مثل دول العالم الكبرى كندا وبريطانيا وهولندا وأسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة. فطبقا لمؤشرات قطاع الاتصالات في مصر وفي أحدث إحصائياته، وصل عدد مستخدمي الهواتف المحمولة أكثر من 99 مليون مستخدم، أي أن عددا كبيرا من المستخدمين في مصر أصبح يملك أكثر من هاتف محمول. وانتشرت الهواتف المحمولة ومنها الذكية بنسبة تخطت 118% في عام 2013. كل تلك المؤشرات كانت بمثابة نقطة انطلقت منها مؤسسة أخبار اليوم، أول مؤسسة صحفية في المنطقة تقتحم أحدث مجالات التقنية وتقدم خدمة Augmented Reality. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة في مجالات متعددة، ففي مجال التحرير أصبح بالإمكان إدراج مزيد من الصور الإضافية والفيديوهات وربط المادة التحريرية بمواد أخرى متعلقة أياً كان نوعها. الشعب ده لم يثر ليهدم الدولة، وإنما ليسقط رؤوس الفساد ويحل في الدولة من يعبر عن الشعب. أنا بوصف حالة إحنا عايزين نتجاوزها عشان بلدنا، مش بوصفها عشان أوجه التهمات لأي أقول إحنا عندنا المشكلة دي، تعالوا نحلها كلنا مع بعض، عشان الوطن ده مش بتاعي، مش بتاعنا بس، ده بتاعنا كلنا، ومش بتاعنا إحنا بس، ده بتاع الأجيال القادمة، ولادنا وأحفادنا، يلاقوا حاجة، يلاقوا مكان، المكان ده مستقر، المكان ده قابل للنمو، قابل للحياة، قابل للازدهار كمان. ولعشاق الرياضة لن يفوتك مشاهدة هدف بعد اليوم. ليس هذا فحسب، بل يمكنك إعادة الأهداف ومشاهدتها مرات عديدة. الله 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 الله. ولمحب السينما الباحثين عن أحدث الأفلام المعروضة في دور العرض، لن يكتفوا بمشاهدة إعلان مطبوع على الجريدة فقط، بل أصبح بإمكانهم مشاهدة برومو الفيلم ومعرفة دور العرض التي تقوم بعرضه. وأصبحت الصحافة السياحية أكثر تشويقاً، ففي الوقت الذي لا تزال الصحف تنشر مواداً صحفية مدعومة بالصور، أصبح من السهولة إدراج مقاطع فيديو لتلك الأماكن لترى بعينك ما تعجز الكلمات عن وصفه، حيث تأخذك الجريدة في جولة داخل الأماكن السياحية والمزارات الأثرية سواء كانت في مصر أو في أي مكان في العالم، وكذلك ربطها بمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. أما في مجال الإعلان، أصبح من السهل مشاهدة إعلانك المطبوع أو إعلان الطريق مسموع ومرئي، فإذا كنت من هواة عالم السيارات والمحركات أصبح بإمكانك مشاهدة سيارتك التي تتمنى اقتناؤها من كافة الزوايا لترى أدق التفاصيل من خلال مقاطع الفيديو والثريدي، والتي ستنطلق أمامك من جنبات تلك المطبوعة التي أصبحت ذكية بما تقدمه من مواد سمعية وبصرية. كما أصبح بإمكانك استعراض لقطات لشقتك التي تريد بيعها ليشاهد المشتري أدق التفاصيل من عدد الحجرات والمرافق والإطلالة الخلابة لغرفة المعيشة. وستدخل إعلانات الطرق منحنياً جديداً في عالم التكنولوجيا الرقمية، حيث ستتحول تلك الإعلانات لشاشات عرض حية أمامك دون الحاجة لشاشات البلازما أو الLCD أو غيرها، فالورق سيتحول من خلال هذه الخدمة إلى شاشة غاية في النقاء
اعتماداً على إمكانيات هاتفك لترى أبعاداً جديدة لتلك الإعلانات لم تراها من قبل. وتعمل الخدمة على جميع أجهزة الهواتف الذكية سمارت فونز وأجهزة التابلت، سواء التي تعمل بنظام iOS أو التي تعمل بنظام أندرويد. ويمكن تحميل برنامج لاير مجاناً، وهو التطبيق الخاص بقراءة المحتوى الذكي، سواء عن طريق متجر أبل ستور أو متجر جوجل بلاي. ونهاية، تعدكم مؤسسة أخبار اليوم بريادتها الإعلامية أن تطلق كافة البرمجيات الحديثة والمطورة لمواكبة أحدث التطورات في مجال الصحافة والإعلان على المستويين العالمي والعربي.